ده حوار غير عادي ومع قمة علمية كبيرة واسم جراحي احنا بنفتخر بوجوده معانا في الدكتور، وبيبدع دائما في حواره. واحد من يعني الاسماء، مصر كلها اكيد بتبقى سعيدة بكل انجازاته العلمية، وما شاء الله يعني على المستوى المصري والمستوى الوطن العربي والمستوى الاقليمي والمستوى العالمي ضيف العزيز والقمة العلمية الكبيرة الاستاذ الدكتور يسر حميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، والاستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، والمؤسس ورئيس مجلس ادارة مستشفى نيوروسباين للجراحات الميكروسكوبية والدقيقة. النهاردة حوار مهم جدا جدا مع قيمة علمية كبيرة في موضوع في منتهى الخطورة. مشاكل الغضروف لحظة؟ هل الإصابة لحظة؟ هل المشكلة لحظة؟ هل في ظرف ثواني ممكن الواحد يواجه مشكلة كبيرة جدا؟ المريض بيعتقد تماما ان هو مجرد انه راح يكشف عند جراح ده معناه انه بيبدأ خطوة العملية، وده كلام مش صح. 80% من الحالات اللي بتجينا بتخضع للعلاج التحفظي غير الجراحي. عملية بدون جراحة وحقن فقرات وتردد حراري والكلام ده كله، مع احترامي لهؤلاء المتخصصين، هم دول ناس متخصصة في جزئية صغيرة جدا من العمود الفقري. عرق النسا موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي الناس كتير بترتبك في التوصيف، هل ده غضروفه على عرق النسا رغم ان هما الاثنين واحد؟ عرق النسا ده عصب، العصب ده بياخد مصادره من مجموعة أعصاب زي الأصفر ده خارجة ما بين الفقرات، بيتكون من مجموعة أعصاب. أكبر مشكلة أو أكثر حاجة بتسبب آلام عرق النسا وأشهرها هي الانزلاق الغضروفي، وهو الأكثر شيوعا يعني. الغالبية العظمى من عمليات العمود الفقري حتى اللحظة اللي احنا فيها دي بتجرى بالطرق التقليدية، والطرق التقليدية لا تعني أبدا الدقة، ولا تعني أبدا الوسيلة المحدودة، ولا تعني أبدا أهم نقطة وأهم جزئية هي الحفاظ على الكيان الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري. دايما بستمتع دايما بالأحدث والأفضل والأكثر قيمة بالنسبة للمرضى في حواري معك، فده شرف كبير لي. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيوروسباين. اسمحوا لي نرحب بالرائد القدير الاسم الكبير لجراحات المخ والأعصاب في مصر والوطن العربي الأستاذ دكتور يسر حميلي. أهلا بك يا دكتور. أهلا دكتور. منور دكتور. ربنا يحفظك. أنا عايز أبدأ في منطقة مهمة جدا، هي منطقة إنه الناس بتخاف من إجراء جراحة انزلاق غضروف، بتخاف من كلمة جراح عمود فقري عموما. المعنى دوت للأسف ما زال في عقول كثير من الناس. الحقيقة ما زال، وفي حاجات كتير بترسخ هذا المعنى قديما وحديثا. الحاجات اللي بترسخ الوجود هذا الخوف ان المريض بيعتقد تماما ان هو مجرد انه راح يكشف عند جراح ده معناه انه بيبدأ خطوة العملية، وده كلام مش صح. احنا 80% من الحالات اللي بتجينا بتخضع للعلاج التحفظي غير الجراحي. الغلطة الاخرى اللي بتروجها وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والاعلانات اللي هي عملية بدون جراحة وحقن فقرات وتردد حراري والكلام ده كله، مع احترامي لهؤلاء المتخصصين، هم دول ناس متخصصة في جزئية صغيرة جدا من العمود الفقري. والنهاردة لما انت تحب تاخد الروجيتا عشان تجيب الدواء من الصيدلية، بتعتمد فعالية هذا الدواء في المقام الأول على التشخيص وعلى خبرة وشطارة ومهارة الجراح اللي بيكتب الروجيتا أو الطبيب اللي بيكتب الروجيتا في أي تخصص. فالنهاردة انت هتعمل أي حاجة صغيرة أو كبيرة في العمود الفقري، يبقى لازم تمر من الباب الرئيسي والشرعي للعمود الفقري اللي هو أساتذة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري أو أساتذة العمود الفقري. ده اللي منوط بيه التشخيص، وده اللي منوط بيه تحديد وسيلة العلاج سواء كان علاج تحفظي أو علاج
حقن أو علاج تردد حراري أو علاج جراحي، ولا تخف تماما، لأن الخوف الغير مبرر بيوقعك في مطب تاني. إنك تروح لواحد يتحرك بعصاية في ظهرك يكسر لك فقرة، وإحنا عملنا عمليات ولا زلنا نجري عمليات لضحايا هذا القطاع من العلاج الغير مقنن. برضو لما تروح لدكتور بيعمل حقن أو تردد حراري وهو اللي شخص وهو اللي بيقول وهو اللي بيحدد، قد تقع في هذا المطب. وبرضو عملت عمليات وحضرتك تعلم هذا جيدا لناس راحوا عملوا حقن لغضاريف منفجرة فباظ وجالي بسقوط في القدم وعدم تحكم في البول وعملنا العملية. طب ايه تاني اللي خلى الناس بتخاف؟ النماذج السيئة لعمليات العمود الفقري. النماذج السيئة دي هي ببساطة شديدة العمليات التقليدية اللي بتتعمل للعمود الفقري وما أكثرها. يعني الغالبية العظمى من عمليات العمود الفقري حتى اللحظة اللي احنا فيها دي بتجرى بالطرق التقليدية، والطرق التقليدية لا تعني أبدا الدقة، ولا تعني أبدا الوسيلة المحدودة، ولا تعني أبدا أهم نقطة وأهم جزئية هي الحفاظ على الكيان الطبيعي اللي ربنا عمله في العمود الفقري. ده مفهوم، والمفهوم اللي اتعمل واللي المفهوم الحديث في عمليات العمود الفقري حاجة تانية خالص. هذا المفهوم يمكن أنا الحمد لله رب العالمين إن كان عندي بصيرة، إن كنت أول من يتبناه وأول من يرتاده في الوطن العربي، والحمد لله رب العالمين النتائج النهاردة لخبرتي في هذا المجال سواء كان الجراحة بالميكروسكوب والجراحة بالمنظار، وإن حولت العملية اللي بتتعمل في 4 و6 ساعات العملية بتتعمل في نص ساعة، وسحب واستخدام الجراحة الملاحية اللي هي أصلا مخصصة للمخ إنها تستخدم في العمود الفقري، ولست أدعي ولكن الحمد لله أنا كنت من رواد هذا المجال في العالم وليس في الوطن العربي بس. فمن فضل الله تعالى كل دي أسباب نجاح بتؤدي إلى نماذج ناجحة لعمليات الانزلاق الغضروفي. عشان كده النهاردة أنا بقول وأنا مستريح جدا إن 90% من مرضاي هم معارف مرضى أنا عملت لهم العملية. ورجعنا للمثل التاني القديم، اسأل مجرب ما تسألش طبيب. ليه؟ اسأل مجرب عند طبيب محترف. فبالتالي ده لما بيلاقي نموذج، ده السؤال الحلو، السؤال اللي بيشبه بطريقة جيدة صحيح. لما بيلاقي نموذج في عيلته عامل عملية عندي من 10 سنين، من 20 سنة، من 5 سنين، من 6 سنين، أنا بستخدم التقنيات الحديثة، المستشفى مجهزة بجميع الأجهزة والتقنيات الحديثة اللي بتخلينا نقدر نعمل العملية دي بدقة متناهية وبنجاح عالي. وأهم نقطة، أنا شخصيا لا أتحيز للعملية الجراحية. كثيرا ما أقنع مرضاي بأن احنا نقعد ناخد علاج تحفظي أفضل من أن احنا نسرع في إجراء العملية. يعني العملية آخر حاجة بالضبط. إيه خطورة الانزلاق الغضروفي لو ترك بدون علاج؟ دي نقطة تانية برضو بقت بتخلي المرضى يدخلوا في حيز أو في الخندق المغلق، يقع في المطب بالبلدي كده، إنه هو عنده غضروف خايف يتوجه إلى جراح، ولما الجراح حتى بينصحه بيخاف يعمل العملية ويقعد يتأخر لحد ما يمر بالمضاعفات بتاعة المرض. ما هو الانزلاق الغضروفي ده يا جماعة ببساطة شديدة مرض، مجرد ما بدأ هيكمل في سكة ايه؟ هيكمل في سكة التطور واحداث مضاعفات للمريض، ولا هيكمل في سكة ان احنا نسيطر عليه؟ قد يكون السيطرة عليه بالعملية الجراحية مبكرا هي احد، ودايما مش عايز اقول، هي قد تكون احد وسائل النجاح، وقد يكون العلاج التحفظي والعلاج التحفظي مبكرا هي احد وسائل تجنب مضاعفات. الفيديو يمكن بيشرح لنا ده، الفيديو بيقول ان ده الغضروف لما بينزلق بيبدا يضغط على العصب، مجرد الضغط المتكرر على العصب ده بيعمل في العصب حاجه تانية، بيدي الم في فتره. طيب هنعمل النهارده سهلنا كتير على الناس، وسائل التدخل المحدودة زي الجراحة بالميكروسكوب بتبقى فتحة صغيرة جدا جدا في الظهر، ما بيبقاش فيها غرز حتى، المريض يقدر يخرج يروح بيته تاني يوم بعد العملية، والأهم من كده انه بيمارس حياته ممارسة طبيعية كاملة، وبيرجع يعمل كل حاجة حتى الرياضة اللي بيحبها. عرق النسا موضوع من الموضوعات المهمة جدا، الناس كتير بترتبك في التوصيف، هل ده غضروف وعرق نسا رغم ان هما الاثنين واحد؟
الحقيقة هو عرق النسا ده عصب، العصب ده بياخد مصادره من مجموعة أعصاب زي الأصفر ده خارجة ما بين الفقرات، بيتكون من مجموعة أعصاب. أكبر مشكلة أو أكثر حاجة بتسبب آلام عرق النسا وأشهرها هي الانزلاق الغضروفي، وهو الأكثر شيوعاً، والأكثر شيوعاً أنه بيحصل عند الفقرات الرابعة والخامسة أو الخامسة والأولى، ولما بيضغط يبدأ يأثر على العصب زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، فلما يأثر على جذر العصب يقوم الألم يمتد بطول الرجل، والألم ده بيقعد فترة. بعد شوية زي ما قلنا العصب ممكن يموت والغضروف يتآكل والفقرة تبدأ تهتز وتتحرك وتبدأ تعمل فشل في ديناميكية العمود الفقري، وتبدأ تدينا أعراض أخرى، يمتد الألم إلى الناحية الأخرى، يمتد الألم إلى العضلة وعضلتين، ويمتد إلى قدم، يمتد إلى الساق أو الذراع، ويبدأ يحدث بقى المضاعفات اللي بنشوفها، اللي هي المرحلة المتأخرة اللي مش عايزين نوصل لها، لأن لما بنوصل لها حتى ونعمل عملية ناجحة ما بيبقاش التحسن زي اللي بيعمل في الأول وبيتخلص من المشكلة بدري بدري. أداة مهمة جدا وليها قيمة كبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب هو الميكروسكوب. في ناس كتير مش فاهمة الميكروسكوب. ده مش بس في ناس كتير جدا مش فاهمة الميكروسكوب، ده أنا عايز أقول لك إن أحد الولاد اللي بيساعدوني وهو حصل على ماجستير بيقول لي أنا يوم عن يوم بنباهر بالميكروسكوب الجراحي. الميكروسكوب الجراحي هو ببساطة شديدة جدا وسيلة خلتنا نعمل العملية الكبيرة اللي كنا بنفتح لها فتحة كبيرة قوي 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 من فتحة صغيرة جدا. ليه من فتحة صغيرة؟ لأن الميكروسكوب ده بيكبر، لما أنا بشوف العصب اللي بحجم الشعرة أو أصغر كأنه قدامي حبل كبير أو كأنه بحجم صبعي، يبقى أنا هبقى أقدر وأكثر حرصا على إن أنا أحافظ على العصب ده بشكل كويس جدا. الغضروف ساعات يبقى لازق في العصب، ساعات يبقى ماسك في العصب، فالميكروسكوب النهاردة بيديني حاجتين مهمين جدا، بيديني الصورة الدقيقة للتركيب الطبيعي بتاع المريض، والصورة الدقيقة للمرض بتاعي اللي هو الغضروف أو الورم أو أو أو، وبيديني بقى إزاي أطلع ده من ده، إزاي أشيل ده من ده، ومن خلال الفتحات الطبيعية اللي موجودة في جسم الإنسان. يعني الفيديو ده بيقول لنا إزاي بنشيل الانزلاق الغضروفي اللي ما بين فقرتين باستخدام الميكروسكوب، لأن الميكروسكوب سمح لنا بدخلة من حتة ما كناش نعرف ندخل منها بالجراحة التقليدية، وادانا الفرصة إن احنا نكبر ده والآلات بتاعتنا تخش ونزرع بقى غضروف صناعي من فتحة صغننة جدا زي ما احنا بنزرعه كده، فيبقى حافظنا على المسافة ما بين الفقرات، ومن ثم العصب ده مش هيبقى مضغوط عليه بأي شكل من الأشكال، والفقرة دي هتتحرك بشكل كويس زي ما احنا شايفين في الفيديو. والأهم من هذا إن المريض ما خسرش حاجة. يعني إيه ما خسرش حاجة؟ ما شلناش عظم من العمود الفقري، ما احنا محافظين عليه أهو زي ما هو باين في الفيديو. المحطة التانية المنظار، والمنظار أسئلته الإعلامية كتيرة. يعني المنظار هل يحمل ما لا طاقة له به؟ عايز أقول إن كل دي تولز ووسائل أنت بتلعب بيها، مش بتلعب بيها بمعنى بتلعب بيها، لا، أنت بتستخدمها بكفاءة زي بالظبط كده اللي ماهر في صناعة. ما هو اللي ماهر في صناعة كان بيستخدم زمان الإبرة والفتلة، النهاردة في مكانة، في حاجات كتير جدا، في ليزر، في حاجات كتير جدا دخلت في صناعتنا، دخلت في حتى في الحفر في الأنسجة، ودخلت في الحفر في الخشب، دخلت في كل حاجة. الحاجات أو التقنيات الحديثة دي ادتنا مفهوم الدقة المتناهية. المنظار بقى ادانا ايه؟ مش بس مفهوم الدقة المتناهية، المنظار ما ادانا مفهوم الرؤية من زوايا متعددة تصل إلى 360 درجة. ومش بس الرؤية من زوايا متعددة، الدخول إلى عالم المرض من المداخل الطبيعية. كل حتة في جسمنا وبالذات العمود الفقري فيه ثقوب وفتحات زي ما احنا شايفين في الفيديو، فتحات طبيعية ما بين الفقرات، بدل ما اشيل عظم من الفقرة، لا، ده انا بدخل من الفتحة الطبيعية دي وعن طريق المنظار اشيل الغضروف
ووسعت مكان كويس باستخدام المنظار ده وديت سبيس، اقدر ازرع فيه غضروف صناعي او دعامه او اي حاجه تانية. وانا بقى هنا مفهوم اجراء عمليه الانزلاق الغضروفي بقى من زوايا متعدده، ممكن اعمله من الامام، ممكن اعمله من الجنب، ممكن اعمله من زاويه اسمها الفتحه الطبيعيه اللي ما بين الفقرات اللي هي اسمها الفورامن، اقدر ادخل من خلالها واستخدم المنظار. فالمنظار اداه، ولكن اداه في يد مين؟ جراح، وجراح متمرس. وقبل ما يمد ايده يستخدم المنظار لابد ان يكون بارع جدا في اجراء العمليات التقليديه، والا مش هعرف استخدم المنظار، لان العمليات التقليديه دي بتديه المهاره في التعرف على التركيب الطبيعي والتركيب المرضي للعمود الفقري. يا سلام بقى لو هو شاطر من زمان وبيستخدمه بقاله سنين، فبيسموها الخواجات ايه؟ الليرنينج كيرف او معدل المهاره بيترتفع طبعا. ومن الحاجات اللي احنا بتميزنا كاطباء في العالم العربي او في مصر تحديدا عن الخواجات، ان الخواجه بيعمل له 3-4 عمليات في الاسبوع، احنا ما شاء الله بنعمل اضعاف هذا الرقم. فبالتالي الخبره المتراكمه عندنا عليت قوي، لدرجه ان احنا كمان عندنا برضو الناس بتسكت على المرض قوي، فتلاقينا بنعمل العمليات نلاقي اكتر من غضروف، نلاقي ورم حجمه اضعاف اللي بيتعمل بره. فاستخدامنا للمنظار والميكروسكوب من سنين طويله، ودمج التكنولوجي منظار مع ميكروسكوب مع الجراحه الملاحيه مع الاشعه في غرفه العمليات، خلانا بقينا حريفه، زي لما تجيب كده لاعب من البرازيل والارجنتين، دول بتوع الكوره، هتحطه في كان دايما هناك برضو تخوف من ما يسمى بمضاعفات بعد العمليات، الكلام ده في الثمانينات ويمكن في التسعينات، لكن الجراحة الملاحية حجمت المعنى دوت. الجراحة الملاحية الناس أعتقد بدأت تفهم معناها إيه؟ طبعا، لأن إحنا الملاحة دخلت في كل حاجة. أنت بيبقى معاك الموبايل عايز توصل لواحد صاحبك، بتقول له بعت لي لوكيشن، بيبعت لك اللوكيشن على الواتساب وانت تمشي على الخريطة. هو دي الملاحة يا جماعة، هو احنا كجراحين استخدمنا مفهوم الملاحة اللي في الطيران والسفن، ورحنا حطينه عاملين له بلورة على الأماكن المبهمة في جسم الإنسان، أشهرها المخ والعمود الفقري. وبالتالي هنقدر زي ما احنا شايفين في الفيديو باستخدام الجراحة الملاحية نعمل عملية استئصال للانزلاق الغضروفي باستخدام المنظار. وعندي شاشة بقى بتقول لي ايه أشعة المريض اللي عنده الغضروف، اهي بالأبيض والأسود اللي هي الرنين المغناطيسي، ظاهر فيها الغضروف، وانت داخل بالمنظار بتاعك في المنطقة الفلانية وعندك العصب باين في المكان الفلاني، خد بالك وهتدخل كم ملي من العصب. ومع ده كمان أجهزة قياس استحداثات العصب داخل غرفة العمليات هتديني ألارم لو أنا قريب من العصب. فأنا دمجت أكتر من 5-6 تكنولوجي، ميكروسكوب مع منظار مع أشعة تداخلية مع جراحة ملاحية مع أشعة قياس استحساسات العصب داخل العملية. فعشان كده المريض اللي بيعمل عملية بالتقنية دي بيدفع أضعاف اللي بيعمله في الجراحة العادية، لكن بيدفع أضعاف، وده مرتد عليه بنتائج، مش بيدفع أضعاف عشان هو رايح لطبيب غالي ومستغل، لا 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 خالص. المفهوم هنا اهتمام أكتر بالمريض، اهتمام أكتر بحياته. شلنا الغضروف من الفتحة الطبيعية، مش شلناش عظم، رجعنا الأنسجة الطبيعية إلى وضعها تماما، الأعصاب زي ما هي، الفقرات زي ما هي، ما احتاجناش إن احنا نحط بقى مسامير وكلام من ده. والجرح زي ما انت شايف حاجة زنططة جدا جدا جدا، هيروح بيته المدام هتغير له بسبيرتو أو بحاجة، أو هو هيغير للمدام. وأهم من ده كله، هيدخل التواليت الحمام، هيطلع سلم، هينزل، هيقعد على كرسي من أول يوم بعد العملية، مفيش بقى ينام على ظهره ويلبس حزام وممنوع تكح وكلام. ده بقى بالنسبة لنا تاريخ قديم، خلانا نطور في نتائجنا، خلانا نطور في استخداماتنا، خلانا نحل مشاكل كانت مستعصية، وقللنا ما يسمى بالفيلد باك أو العمليات الفاشلة للعمود الفقري. بستمتع دايما بالأحدث والأفضل والأكثر
قيمة بالنسبة للمرضى في حواري معك، فده شرف كبير لنا. شكر جدا. نورت يا دكتور يسري. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يسري الحميري، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة والمؤسس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات نيورو سباين للجراحات الميكروسكوبية والدقيقة، كان في الدكتور متألقا كعادته فقط في الدكتور.